حطينا بقى ايدينا على منطقة كويسة وقدرنا نصنف أوضاع اليد. This book is the first volume of an Hosseny Dance Academy series. يعني أنا مثلا اندهشت جدا لما شفت رقصة من رقصاتي بتفرج عليها وبعدين نبدأ نعمل الكتاب واكتشفت إن الإيد بتتغير 109 مرة في 4 دقايق. طبعا الإيد ليها أسلوب وليها طريقة مهمة جدا جدا جدا، والراقص اللي ايديه حلوة بيبقى راقص مشهور. يعني الايدين الاثنين مع بعض قدام الجسم وعند منطقة فم المعدة، ولو ايد واحدة لازم تكون الايد التانية. بعيدي من بلدنا شايل بندقية في الوضع الاول. هنا نقدر نستخدم طرحة، وده طبعا احنا بنصنفه الوضع الخامس مش الوضع الرابع. وهنا موشح او اندلسي، ولاحظ ان الايدين الاثنين تحت مستوى خط الوسط، عشان كده بنصنف ده الوضع السادس. الايد اليمين لسه موجودة في الجنب، بس عشان الجسم مال ناحية الشمال فالايد اترفعت مع الجسم. ان شاء الله نشوفكم باذن الله في حاجة جديدة بإذن الله هنعملها قريب، ومتشكرين جدا، مع السلامة.